هذا الثمن. اليوم وصلتنا تقريبا 14 سيارة، يعني ما يقارب 700 طن رز هندي، رز أوروغواي، و700 طن رز هندي درجة أولى من ميناء أم قصر العراق. تم الفحص؟ نعم تم الفحص، أخذنا ماضي طبعا في بسيطرة نوعية في أم قصر، وأيضا هنا عندنا الأخ عامر نفس الشيء نوعية، تجفت بنفسك لما قاعد يأخذ من السيارات نماذج ويفحص، ما عندنا إشكال، يعني تم درجة أولى مثل ما تقول. هذا التمن بعد من تسليمه للوكلاء يتم مراقبة الوكلاء بالتوزيع؟ نعم عندنا لجان مشكلة من الرقابة التجارية ومن الغذائية نفسها ما نينوه لمراقبة الوكالة لتوزيع المواد الغذائية، وأي مواطن عنده شكوى يجي علينا، احنا موجودين جماعة المواد الغذائية تقاطع الكرامة، أي واحد عنده شكوى على التمن على أي مادة يجي احنا مستقبلينه. شو جواب أنت؟ البعض يقول أن التمن كذا وكذا وهنالك دعايات مغرضة ضدكم. والله يتم انت قاعد تشوفه، يعني تم درجه اولى اورجواي، يعني حبه وحبه، وانت شفت بعينك يعني هذا وارد جديد، يعني نظيف ما بي اي شيء. المواطن خلوه المره يستعمله ويشوفه بعدين يحكي، احنا ما نريد راسنا نقول له احكي حكي. طبعا التم درجه اولى يعني ماكو، يعني شفته بعينك يعني التم وصورته عليه، يعني ما بي اي اشكال، لا تقول بي تضرر لا بي شيء، اي شيء ما بي التم. وفقا تعاقد وزاره التجاره تعاقد على التم اورجواي المنشا، والتم مثل ما تشوف التم درجه اولى وما بي لا كسره لا شوائب. واتمنى من المواطن انه يطبخ التمن ويتذوق وياكله وبعدين خليه يقرر، يعني اذا قارنوا بالتمن العنبر فيعتبر درجه اولى، بس احنا جتنا تعاقدات تمن محمود وتمن هندي، وحاليا اللي يجينا اورجو راح يجينا هندي، وقت تعاقدات وزاره التجاره احنا راح نجهز اللي وارد لنا، بس هو كله درجه اولى. جنابك وكيل؟ اي نعم وكيل ضمن مركز تمويل المامون. شلون شفت عمليه الاستلام؟ الاستلام جيد جدا، تمشي شغله بسلاسه، والحصة من تصل مباشرة للمخازن مال المواد الغذائية يوصلها مباشرة للناقل، والناقل ينقلها للحصة التموينية للوكيل، والوكيل ده يوزع بدوره للمواطن مباشرة، يعني شغلة ماشية جيدة جدا. استقطاع ايش قد؟ استقطاع حصة المواطن 3 كيلوغرام من التمن، حاليا هذا الشهر انطيناهم كيلوين اورجواي وكيلو بسمتي، والتمن جيد جدا وكنوعيتين جيد جدا وتمن مضبوط ان شاء الله. تدعون 500 دينار من المواطن؟ احتيادي، هي هاي الحصه التموينيه اللي مقررها للمواطن. زين، يعني ما عندك اي مشاكل؟ كل مشاكل ما عندنا، لان نجي على المواد الغذائيه الماده الموجوده بالمخازن، المخازن بنفس الوقت تجهزها للوكيل، والوكيل ينقلها مباشره الى الحصه. بعد استلامك بش وقت توزع؟ مباشره من تصل الماده للمحل المالي مباشره نباشر بالتوزيع.